أنا نحب ونعشق في الفن الصحراوي، نحب ونعشق في الفن الصحراوي، الموسيقى الصحراوية، الموسيقى الأصيلة، التراث الذهبي وهو الفن الصحراوي. أولا وقبل كل شيء، نبلغ إسلامي إلى كل المخيمات العز والكرامة، العز والكرامة. تحية عطرة من عند أخوكم الجزائري، الله يبارك فيكم يا خوتي، ربي يحفظ الصحراء الغربية، وربي يحفظ الرجال الأوفياء، الرجال بمعنى الكلمة، وهم الشعب الصحراوي، وليسوا بالعياشة، هذوك الديوثين، العياشة الديوثين المسخين المقملين، العياشة أولاد دانيال وأولاد السياحة الجنسية، معروفين. معروفين بالفضائح ديالهم، فضائح ديالهم، العياشة معروفين بالذل والعار والعديان. بالله يا خوتي في هذا رمضان، الله ربي يذلهم كما هم مذلولين، الله ربي إن شاء الله يستجب لي ربي، يذل العياشة هذو المقهورين العبيد في بلادهم، مازالوا عايشين في العبودية. مازالوا عايشين في العبودية، رانا في 2022 ورانا داخلين على أبواب 2023 والعياشة مازال عايش في العبودية تحت السيطرة الاستعمار المخزن الصهيوني والكيان الإسرائيلي والحكم الملكي. فهمتوا؟ هادو هما العياشة، من كما عندهم فهمة في الراس، كما عندهم حسن الخلق العياشة، كما عندهم التربية، ما عندهمش التربية، ما عندهم لا حسن التربية، ما عندهم لا حسن الخلق، ما هم متربين، ما هم ما يعرفوا يهضروا كلام زين، ما يعرفون، ويعرفوا غير دابا دابا، وقاعدين في المطاهي ويسرقوا في المطيش. عاش الملك وشرد الشعب، عاش الملك وفقر الشعب، عاش الملك ومات الشعب. خلاص، حاجة كلش بالخلاصة، كلش بالواقع، كلش بالواقع. هذا أنا نتحدى أي عياش، نتحداهم نعيش. يهضروا لنا كلمة زينة، نعدوا يعرفوا، نعدوا متربين وعندهم حسن الخلق، يهضروا لنا كلمة زينة. ما يعرفوش. أنا لأنهم تربوا في الدعارة الراقية وتحت السيطرة المخزن الصهيوني والاستعمار المخزن الصهيوني والكيان الإسرائيلي. 80% أولاد السياحة الجنسية. المهم، إحنا ما مهمناش في مستحيل مستحيل العياشي يخرج من العبودية، ما يقدرش. خاطرش كون يخرج من عبودية يضيع، يضيع كي نقول لكم يضيع، يضيع. مانا على هذه يبغي يعيش في العبودية تحت الرجلين، يحب يبوس اليدين ويبوس الرجلين العياشة. خاطرش العياشة هذا هو الشرف ديالو، هذا هو الشرف ديال العياشة، وهو يبوس اليدين والرجلين تاع أسيادو، هذا هو الشرف. هو الشرف، هذه هي التربية العياشة، هذه هي تربية العياشة، يحب يبوس يديه اليدين سيادو، ويحب يبوس الرجلين اليهود والعديان بالله لعنة الله عليهم وعلى العياشة. الحمد لله خلقنا ربي جزائريين احنا، وخلقهم ربي صحراويين، لأن الصحراويين أو الجزائريين أو الفلسطينيين نعبدون الله، نعبد الله ونركع لله ونسجد لله. احنا ما نركعوش، كيما واحد حاشاكم يوسخ كيما نوسخ أنا، ويبول كيما نبول أنا، ونروح نركع له نبوس له يديه. لعنة الله عليهم، ولعنة الله على اليهود وبنو صهيون وبنو إسرائيل وعلى أتباعهم، معنا أتباعهم. هادو اللقطاء العبيد يعيشين تحت السيطرة وتحت الاستعمار المخزن الصهيوني.
يضحكونا العابد، خلقهم ربي ما يضحكونا، هم قعدوا ما ضحكة، رانا نضحكوا عليهم، أنا نبخلوا روحنا، أنا جبنا ربي الشعب ما نضحكوا عليه، أنا نبخلوا نفوسنا، لازم نضحكوا عليه، لازم نضحكوا عليه، هو مذلول لازم نذلوه، هو رخيص حاشاكم لازم نرخصوه، نخليوه دائما كما ذوق حنا الجزائريين. خلينا العياشة دائما يحلم بنا برد، سطيناه حمقناه من راسه، دائما يقول ينوض الجزائر، يرقد الجزائر، يمشي الجزائر، يقعد الجزائر، حمقناه سكننا لهم في المخ ديالهم، مالو يعني شبنا الذل والعار وشبنا العبودية ديال العياشة، يشوف في الزوجة ديالو ويشوف في الوالدة ديالو ويشوف في أخته مع السياحيين وما يتكلمش، ما يتكلمش العياشة، ما يتكلمش، يشوف في السياحي داخل المنزل ديالو وما يتكلمش، ما يتكلمش العياشة، عمره لا يتكلم، حتى شكون يتكلم؟ المخزن الصهيوني العصا ويزيد يديه للسجن ويعمل له ملف الفساد بأنه مفسد، فهمتوا؟ شكون ما يعرفش؟ شكون ما يعرفش المرحاض العالم؟ شكون ما يعرفش المرحاض الخليجيين؟ شكون ما يعرفش المرحاض السعوديين؟ شكون ما يعرفش المرحاض السياحيين؟ بين هاورا كي الصورة كي السلطة الأخية، شكون ما يعرف السلطة الأخية؟ المرأة الحديدية، المرأة المناضلة، المرأة الشهيدة وهي ما زالت على قيد الحياة، هذه هي المعيشة، ذنكة معيشة البسخة، معيشة الفقر والذل والعار والجوع، وهم العياشة، العياشة. درت اللايف هذا أخوتي مه نهضر على السيدي، سيدي الفاضل وهو محمد الراضي الليلي، محمد الراضي الليلي الصحفي الصحراوي اللي كان يعمل في الزريبة يعني في المغرب، كان صحفي هذي مع الأول، محمد الراضي الليلي كان في المغرب، المغاربة وكل يحبوه وكل يقدروه وكل يعزوه، ونهار كيعرف بأن هادو العياشة خونة وعملاء المخزن الصهيوني والكيان الإسرائيلي، جبت روح جبت، وعنده حق لأنه صحراوي وليس بمغربي، محمد الراضي الليلي هو صحراوي وليس بمغربي، لا لا لا، كي يشوفوا كي يشوفوا اللهجة أو اللغة الصحراوية ما تشبهش للغة المغربية، ما تشبهلهاش، كي نشوفوا للتقاليد الصحراويين والصحراويات ما يشبهوش التقاليد تاع المغربيين أو المغربيات، كاين فرق كبير. شفت الفيديو تاع محمد الراضي الليلي سيدي المحترم سيدي الفاضل وأخي وصديقي وزميلي وهو محمد الراضي الليلي، شفتوا في فيديو يا خوتي، تما فيديو على حساب ما نظن الفيديو ديالو قديم قديم قديم، وهو قديم راكم تشوفوا به، وأنا حطيتكم وراني حطيتكم الفيديو في المنشور في الفيسبوك ديالي، وين محمد الراضي الليلي يحرق جواز السفر ديالو المغربي، يحرقو، هو عنده الحق يحرقو لأنه جواز سفر مغربي وليس بصحراوي، وليس بصحراوي، فهمتوا ولا ماهوش؟ حرقو، زيدوا شوفوه.
أحرق الكائن الليلي جواز سفره وأحرق معه آخر ما تبقى لديه من شرف ليغدو عاريا من كل شيء، من الأخلاق ومن الوطنية ومن الوطن. خطوة الليلي الذي لا يتقن شيئا سوى لغة جنح الظلام والعتمة والتواري بعيدا عن الضوء تكشف جليا أن فعلة كهذه لا تصدر إلا عن اللقطاء، من ولدوا في لحظة مضاجعة غير شرعية وتكونوا من نطفة من مني خبيث. كبر الطفل الفضيحة وتقوى من خيرات المغرب وأطفأ عطشه الحارق بماء المملكة وتدفأ بشمس. بالصوت والصورة محمد الراضي السيد الفاضل المناضل الصحراوي يحرق في الجواز الإنسان المغربي، وعنده الحق، وأنا متضامن مع محمد الراضي الليلي ظالم أو مظلوم. وناضل مخزن الصهيوني واش عمل؟ راح للوالدة ديال محمد الراضي الليلي وقعد له. أنا معنا حاجة، أول حاجة اللي لاحظتها وهو الصحافي تاع الزريبة تاع المخزن الصهيوني اللي راح شاف وزار الوالدة ديال ربي يكرمها ويحفظها ديال محمد الراضي الليلي، كان في الصورة مخبين وجهه، مباش وجهه، مش خايف، هذا صحافي مخبين وجهه. شفتوا العملة، العملة ديال المخزن الصهيوني. نمرة واش نقول لك؟ واش تحبوا؟ المخزن الصهيوني واقف فوق راسها، هاو كون تهدر كلمة وتقول لك أنا صحراوية وعاش إبراهيم الغالي ووليدي راجل ومنا، هم يعذبوها مسكينة، معناها ما عليها غير تهدر تقول لك هذيك وهذيك، هذو هما اللقطاء، اللقطاء المخزن الصهيوني، هذه هي اللعبة ديالهم، لأن ضرهم محمد الراضي الليلي ضرهم وجعهم. وجحهم وخافوا، وقلتها لكم البارح والبارح وكل من قرأ بأن المخزن الصهيوني إنه على نهايته، ما بقى له والو. قالك ناضوا يعلقوا المخزنية، يعلقوا على محمد الراضي الليلي، وقال لك هاو يجيب في الصور المفبركة والفيديو المفبركة. لا لا لا، أنا شفت محمد الراضي الليلي، تكلمت مع محمد الراضي الليلي، تمشيت لاما مع محمد الراضي الليلي، صورت مع محمد الراضي الليلي، تكلمت مع محمد الراضي الليلي، لقيت كلامه صافي وحق، مع ما يعرفش الصور المفبركة. محمد الراضي عمره لا يعرف صور مفبركة أو فيديوهات مفبركة. محمد الراضي دائما يجيب الفيديوهات الحقانيين ويجيب الصور الحقانيين، فهمتوا؟ يحوسوا يشوهوا المخزن الصهيوني، يحوسوا يشوهوا السمعة ديال السيد سيدهم الفاضل وهو محمد الراضي الليلي، حوسوا يشوهوا السمعة ديالو والصورة ديالو، وإنما ما يقدروش، ما يقدروش. أليس الله بالمرصاد؟ الله راه يشوف، الله راه يشوف، كما قال الله سبحانه عز وجل لمن قال سيدنا موسى عليه السلام، واش قالوا؟ قالوا ان قالوا اني معكم ما ارى واسمع، اسمع وارى، استغفر الله، اسمع وارى. ربي راهو يشوف، ربي راهو يشوف وراهو يسمع، بان السيد محمد الراضي الليلي على حق. وكما هذو اللقطاء، اللقطاء الملعونين من عند الله، وهم المخزن الصهيوني والعياشة، والعياشة، فهمتوا؟ لأن محمد الراضي وجحهم، زعزع الزريبة، زعزعها. كيف كيف اليوم تجي تكذب علي المخزن الصهيوني والسيد الفاضل محمد الراضي الليلي كان يعمل عندكم، كان معزز ومكرم عندكم، كنتوا تعزوه وتسمعوا له، كنتوا تعزوه وتسمعوا له، ولما ماهوش مليح علاه؟ لأنه ضار عليكم، لأنه كشف الحقيقة ديالكم، كشف الحقيقة ديالكم. وحنا نعرفوا الزريبة،
أكبر مرحاض على وجه الأرض، أكبر مرحاض على وجه الأرض مرحاض السياحيين والسعوديين. وخلي 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 يعني وكنا عرفوها كل اليوم المخزن الصهيوني يجي يكذب ويروح ويروح يعمر على، لأن المخزن الصهيوني الحق للنهاية ديالو ما قالوا والو. المخزن الصهيوني ما قالوا لا قوة، علاش ما كش ما عنده قوة المخزن الصهيوني هذا؟ ما عندوش قوة، القوة الوحيدة اللي يكسبها المخزن الصهيوني وهو يحقر في النساء الصحراويات. هذا ما كان خاطرو يعز في النساء، لأنه ما يعرفش قيمة المرأة، ما يعرفش. المخزن الصهيوني حابس من راسه، ما يعرفش ما معنى القيمة ديال المرأة الصحراوية، على هذه يحقرها. ومن تربى المخزن الصهيوني أول عيشة تربوا في الدعارة الراقية، تربوا في الدعارة الراقية في 80% جنسية سياحية. فهمتوا؟ أنا يعني شفت كيما أنا يجي واحد ما قرا ما شافو قرا في الكوري تاع الحمير حاشاكم أو تاع الدواب أو تاع الزبيب ويقول لي المرأة الصحراوية ماشي مليحة ماشي مزيانة. وأنا شفت النساء الصحراويات ما شاء الله عليهم يا خوتي، واستورت مع النساء الصحراويات لأنني أحب الصحراء العربية، أحب شعبها، أحب نساءها، أحب رجالها الأوفياء. أنا شفت النساء الصحراويات، الله الله، هذيك الهدرة الزينة، هذيك التربية اللي عندهم، هذاك اللباس المحترم اللي عندهم. ابن عمي راهي انا تخلعت تخلعت، انا واحد من الناس تخلعت ابتهرت حرت مش هلا وراهم. ما لا درك اليوم حاليا في وقتنا الحاضر هذا المخزن الصهيوني راهو يلعب في اخر ورقه ديالو، خلاص تاليه باي باي المخزن الصهيوني، ما بقاش اللعب. الشعب الصحراوي كبر، الشباب الصحراويين وربي يبارك فيهم ويعز مقامهم، فاقوا حلوا عينهم، عرفوا بلي الاراضي هذه ديالهم محتله، وعرفوا بلي هذه الاراضي هي اراضي اجدادهم وهي اراضي الصحراء الغربيه. ما بقى لهمش اللعب، ممكن الشهر الجاي ممكن 2023 أو 2024 الصحراء الغربية تصبح دولة مستقلة وحرة، والعيون تصبح عاصمة الصحراء الغربية، وعندها الجيش تاعها، وعندها الحكومة ديالها، وعندها الرئيس ديالها، وعندها الوزراء ديالها، وعندها كلش. ونحن متضامنين مع الصحراء الغربية ظالمة أو مظلومة، هكا نعرف أنا. عاشت الصحراء، عاش الشعب الصحراوي، عاش النساء الصحراويات وربي يكرمهم، يراهم محمرين وجوهنا وهزينا روسنا بالتربية والحسن الخلق اللي عندهم. فهمتوا يا جماعة ولا ما فهمتوش؟ معنى المخزن الصهيوني راهو يلعب في آخر بركاته، والحد وين؟ يحضر في النساء ويحوس المخزن الصهيوني، يشوه السمعة ديال السيد الفاضل، السيد وله وله كل الاحترامات والتقدير وهو محمد الرضي الليلي، لأن كشف الحقيقة وجوه هذو الحيوانات، وجوه الذل والعار، وهم العياشة العياشة، ولعنة الله عليهم في هذا رمضان. خلاص يا أخو على شبلهم، ولو يسرقوا في المطيشة ويسرقوا في الخيارة ويسرقوا في الخزوة. وشفت أنا بام دي فيديو العياشة يغتصب في الوالدة ديالو، وشفت فيديو واحد عياشي اغتصب الوالد ديالو، والعديان بالله يا خوتي، ربي يستر ربي يستر.
فهمتوا ولا ما فهمتوش يا خوتي؟ هذه هي الاخيره ديالهم. على هذه المخزن الصهيوني راه يدوخ في العياشه، ماه المخزن الصهيوني ينهب الاموال ديال الشعب المغربي والثروات ديال المغرب ويهربها وطاق على مطار، يبقى العياشي وحده اونطر المرطو الى وكلوم، يروح منا يلقى الشعب الصحراوي، يولي منا يلقى الشعب الريفي، يجي منا يلقى الشعب الجزائري. أين المفر؟ ما عنده وين يروح. نقضيو عليهم، نقضيو عليهم في خمس سوايع بإذن الله، والصحراء ستنتصر، الصحراء الغربية. على هذه المخزن يعمل في أي حاجة، هذه أكل مهيدتي. علاه المخزن الصهيوني هو يعمل الفتنة هذه؟ لماذا؟ أو النميمة هذه؟ لماذا؟ لأنه حاب يخلطها المخزن الصهيوني ولعنة الله عليه، حاب يخلطها ما بين المغاربة الأحرار اللي راهم يناضلوا ويكافحوا معاه، يعملوا إسقاط الحكم الملكي واستعمار المخزن الصهيوني والصحراويين والجزائر، حاولش يخلطها ما بيناتهم. ما الجزائري واش يقول لك؟ يقول لك المغاربة عاد حنا العدو ديالنا، شكون؟ حنا الجزائري، ماشي المغاربة العدو ديالنا، ماشي؟ والشعب الصحراوي ماشي؟ المغاربة الأحرار هم أعداء الصحراوي؟ لا لا لا، هو المخزن الصهيوني والكيان الإسرائيلي هم الأعداء ديالنا، هم الأعداء. والعياش راهو غير يتبع كلبهيم حاشاكم، يتبع برك، يقول له المخزن الصهيوني قول عاش الملك، عاش الملك، قول الجزائر عدوة، الجزائر عدوة، يتبع مسكين برك. هذا العياش ولعنة الله عليه الفقير المصرح المكمل يتبع برك كلبهيم، ما على بالوش لا راهو حي ولا ميت، ما على بالوش. فهمتوا اخوتي ولا ما فهمتوش؟ المخزن الصهيوني والكيان الاسرائيلي يعمل في الفتنه مه ما بين الشعب المغربي الحر والشعب الجزائري الوفي والشعب الصحراوي المناضل، ما حاولش يخلطها ما بيناتهم. وانما الشعب المغاربه الاحرار يعرفوا بانهم مستعمرين من طرف المخزن الصهيوني، والمخزن الصهيوني راهو يعمل في الفتنه ما بين الأمة الشعوب العربية، والشعب الصحراوي يعرف بأن المخزن الصهيوني هو العدو، والجزائر نحن الجزائريين نعرف بأن عدونا هو المخزن الصهيوني والكيان الإسرائيلي. يعني ما تكونوا عارفين برك، أنا عندي صحابي المغاربة يحبوني ونحبهم، يحبوني ونحبهم، مغاربة أصليين يحبوني ونحبهم، فهمتوا؟ الشعب الصحراوي ما نهضرش عليه، هم عارفين بني نحب الشعب الصحراوي في دين الله، نحب نعشق في الشعب الصحراوي، نعشق، فهمتوا؟ وإنما حنا الجزائريين معروفين نلعبوا لهم بالمخ ديالهم، خلينا العياشه دائما متوله بينا برك، النظره ديال يرقد بالجزائر يفطن بالجزائر، فهمتوا؟ حنا الشعب الجزائري رانا رجل واحد يا خوتي. عم مثلا كان بعض منا هذو الحمير والزويل العياشه ولا شفنا مام الصحفيه ديالهم هذيك هذيك عشيقتي فاطمه الزهره الرجمي، فاطمه تاع شوف تي في هذه، تعرف غير الجنرالات والخبرانات، ها نهار طول هي تدور مع الفقراء والمساكين في المرشيات ها هم دخلوا، هم دخلوا الجنرالات راهم دخلوها تسطيناها، سطيناها من راسها، حمقناها بالمؤسسه العسكريه والجنرالات والكبرانات،
زعما على بالهم بلي حنا الشعب الجزائري نحبوا الجينيرو تياولنا، نحبوا الجنيرالات، نحبوا الكابرالات، نحبوا المؤسسة العسكرية، نحبوا الدرك الوطني، ونحبوا الشرطة الوطنية. هما اللي راهم يعصوا في الحدود، اللي يتحرك نحرقوه، اللي يتحرك. يجي أنا واحد السروال حاشاكم ما يبدلوش بالعام، والنريول ديالو ما يبدلوش بالعامين بسنتين، يجي يقول لي هكد ولا هكد ولا هكد. ولا يقول لي الشعب الصحراوي ماشي مزيان، شنو ماهوش مزيان؟ انا نعرف الشعب الصحراوي، نعرف الشعب الصحراوي نعرفهم، وهدرت معاهم وتكلمت معاهم وصورت معاهم، ولقيتهم رجال بمعنى كلمة، لقيتهم مناضلين ومقاتلين. يجي واحد عياشي ما عندوش، هاطروا ويلايم حاشاكم في العظام من الزباله حاشاكم، ويهرسهم ويديرهم في الصبا، يقول لي الشعب يحكي لي على الشعب الصحراوي، لنعرف بان الشعب الصحراوي بانه رجل ومناضل. كيما وكيما كيما العايشين هربوا وقاعد عقل، عاش الملك، الصحراء مغربيه. يحلم برك مسكين، يا حليلو يحلم برك، الصحراء مغربيه. وراني نشوف بأن الراية الصحراوية مرفوعة في الصحراء، مرفوعة في العيون، مرفوعة في بوجدور، مرفوعة في طنطان، في صمالة، في وادي الساقة الحمراء، وادي الذهب، في القرقيرات، مرفوعة مازال مرفوعة، خاصة في منزل المناضلة الشهيدة وما زالت على قيد الحياة وهي السلطانة خيا. أنا نشوف في الإعلام الراية الصحراوية. أجيلي قولوا للملك تاعكم يروح لكويرة، يروح لكويرة يصور فيها، يا أخي مغرب، قولوا الصحراء المغربية، يا سيدي نتحداكم. يروح الملك يصور في الكويرة، مستحيل، حرمت عليه الكويرة كما حرمت عليها عن مكة على اليهود. ما ننساوش ثاني الشعب تاع أديان الداخلة، ربي يرضى عليهم ويكرمهم. الداخلة والقرقيرات، ما نساوش الكويرة، الشعب الكويرة يا الله يبارك فيهم، هاي العيشة هو يبينوا لوحدهم، ولا قاعدين كنسة ورا التليفون وتحكيو برقة، اهضر بك كل كلب تنبح كل كلب، ولا العيشة. يا ودي يا العيشة، اخطيك من حاجة اللي صعيبة عليك وكبيرة عليك، حرر روحك، فهمت العيشة، حرر روحك من العبودية ديال المخزن الصهيوني والكيان الإسرائيلي، وروحوا جيبوا نساكم اللي راهم مرميين في الخليج، اللي راهم مرميين في الخليج. فهمتوا العيشة ولا ما فهمتوش؟ لعنة الله عليكم في رمضان هذا يا شاء الله، لعنة الله عليكم، أصبحتوا أضحوكة، بهدلتوا بعمركم، ماكمش حتى ماكمش رجال. ما كمش رجال، ثم ذكور برك، حتى الطفلة راهي لابسة السروال، الطفلة أو المرأة العجوزة ولا تلبس السروال، ولا تلبس السروال برك ويقول لها هاك حط روحك راجل أنا عايشي، وأنت عارف بنفسك بأنك راك عبيد ومستعمر من طرف في بلادك، من طرف المخزن الصهيوني مستعمر، وراك جيعان وما تقدرش تتكلم ولو كلمة واحدة مع المخزن الصهيوني. عاش إبراهيم الغالي، وعاش السيد الفاضل محمد الراضي الليلي، وعاشوا أسيادي الشعب الصحراوي المناضلين، عاشوا. وين هذا مشير بي ولا مشير با؟ قال لي اخي تحياتي من ابن البشير برج بوراجي من ياشير، خير الناس ياشير، ما شاء الله ما شاء الله، عندي صحابي عزاز عليا انا من ياشير، هما بوشيه نعرف بزاف في ياشير، وصحابي من ياشير برج بوراجي، نعم
فلا قبيلت كنت نهضر في التليفون مع واحد صاحبي في يشير، قبيلت برك كنت نهضر معاه، هو في يشير كان هنا وروح فاكونس راهو في يشير، عيط له وقاعد نحكي وانا وياه، عيط له قاعد نحكي انا وياه ميشين. ناس كبار يعني، ناس كبار اصحاب يشير، ونبلغ لهم سلامي للبوشيه وصحاب لي ريستورون تاع الطرق هذوك، هذوك نعرف بزاف، نعرفهم بزاف. نعرف يشير كاين قداش، عندي مام واحد صاحبي عندي وقت ما شفتوش، القريشي كان بوشي بكري هو وخاوته، كان بوشي او عايش هنا في فرنسا، نعيطو له القريشي. القريشي في المانيا خيار الناس، تحياتي لناس المانيا، بلغنا سلامنا على اصحاب يشير اللي راهم موجودين في المانيا، بلغنا سلام عليهم. قلت لك انا يعني نعرف يشير، وكل يوم مام كي نروح فاكونس البلاد كل يوم نروح ليشير نشرب قهوه ثما، في القهوه تاع بيت رشيد كانوا حالين ريستورون واحد الوقت فات بكري، كانوا حالين ريستورون خوها السرطانه، خوها السرطانه رشيد خو سرطان، هاكو رشيد حبيبي هاو هنا في فرنسا، بصح عندي وقت ما شفتوش، عندي وقت. كان ثاني فريد، فريد هاو ثاني هنا في فرنسا، فريد هاو راح لي اسمه، راح لي النقمة تاعو راحتني، فريد ثاني، نعرف بزاف بزاف يعني، كنت نروح للخيمة، الخيمة ديالي يشير، نكر الشخشوخة ثما، نكر الشخشوخة في الخيمة. الله يبارك فيهم. بلغنا يا خويا، انا هضرت مع صحاب يشير بلغني سلامي الشعب تاع يشير، فهمتوا اخوتي؟ يعني ما نكملوا الحديث، المخزن الصهيوني يحوس او الحق الاخير، هذه اسمها هذه النهايه ديالو، من القبل يروح منا، بقالوا غير محمد الراضي الليلي السيدي الفاضل محمد الراضي الليلي يحوس يسوه. يبارك فيك خويا مشير بي، يا ربي يبارك، يحوش يشوه السمعه تاع ديال السيد الفاضل وهو محمد الراضي الليلي، يحوش يشوه الصوره ديالو والسمعه ديالو. يا ودي محيا يا العياشه يا المخزن الصهيوني ولعنه الله عليكم، محمد الراضي الليلي ماشي مغربي، وانه ولكن انه صحراوي. الصحراء الصحراوي هم شعب الصحراء ماشي مغربيين، لا لا لا، راهم ذوك يدافعوا ويناضوا من اجل تحرير الاراضي ديال الصحراء المغربيه، الصحراء اسمحوا لي الصحراء الغربيه، لان الصحراء الغربيه للصحراويين، للصحراويين وليست للمغربيين، وستنتصر الصحراء الغربية عاجلا أو آجلا، حب من حب وكره من كره. في نهاية العام هذا 2022 بإذن الله عندي إحساس كبير يقول لك بأن البرلمان الأمريكي سيصرح بأن الصحراء الغربية هي الصحراء الغربية. ونخليو ابري نشوفو، خليو هادو الكلاب، هادو الزوين، هادو اولاد الدعاره الراقيه، اولاد السياحه الجنسيه، خليهم ينبحو كي الكلاب متخبيين، وينبحو كي الكلاب هاب 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 وهاب هاب هاب وهاب هاب هاب. انبح يا العياش يا واحد الكلب، يا واحد اللعين، يا واحد الخنزير، يا بايح، يا يا نتن. فهمتوا ولا؟ فول البنان وشكو، حتى البنان ولا غالي عليكم. فهمتوا ولا؟ كول حتى البنان وليتو ما تقدروش تشريوه، تلمو أسعار طالعة. فهمتوا؟ باي باي. الصحراء انتصرت وراهي على ابواب الانتصار، الصحراء الغربيه انتصرت وراهي على ابواب الانتصار باذن الله باذن الله.
فهمت ولا؟ خلاص باي باي العيشة. هاكم تشوفوا في قاهرتكم قاهرة المخزن الصهيوني والكيان الإسرائيلي وميم 106 وقاهرة العيشة السلطانة خيا. والله غير النهاية، والله العظيم الصحراء الغربية ستنتصر، والله العظيم الريف سينتصر، الريف سينتصر. وأين المفر يا العياشة؟ أين المفر؟ رانا نسجلوا في أي كلمة، رانا نسجلوا في أي كومنتير، رانا نسجلوا في أي صورة. أين المفر يا العياشة؟ الشعب الريفي راهو يسجل، الشعب الصحراوي راهو يسجل، نحن الجزائريين رانا نسجل.